صباح الخير للجميع ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. اليوم رمضان، اول يوم رمضان، واتمنى هالشهر يكون خير، يكون خير للجميع. وانا اللي شايفه رجعت الشتوية يا جماعة، والله رجعت الشتوية، هو توقيت صيفي والجو شتوي. امبارح كان في تلج، اليوم برد بس ما في مطر اليوم، ما اعرف، الله اعلم، بلكي بعد شوي تصير في عواصف، بس ان شاء الله خير يا رب. يلا رمضان كريم مرة تانية، كل عام وانتم بخير وهالشهر يكون خير على الجميع. يلا باي باي.